أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، هذه تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. موعدنا مع ديربي العاصمة، مع ديربي الرياض وقمة سعودية كبرى على ملعب الملك فهد، حيث يستضيف الهلال نادي النصر في ديربي منتظر، في مباراة تعد بالكثير والكثير، في قمة الذكريات، في قمة الحكايات، في قمة الملاعب المكتظة بالجماهير، في الدرب الذي جاء من أجل متابعته كل هذه بالتأكيد الجماهير الحاضرة. يا لها من قمة مرتقبة. هذه التشكيلة اللي يبدأ فيها نادي الهلال، عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، كوليبالي سيلعب إلى جوار علي البليه في الخط الخلفي، ميلينكوفيتش سيبدأ إلى جانب روبن نيفيز في الوسط، وفي الأمام يتواجد رأس حربة وحيد في هذه التشكيلة. ضربة البداية من عند النصر. أندرسون تاليسكا بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. الحكم يشير إلى استمرار لعب لصالح النصر. حارس المرمى بكل ثقة وكأنه يعرف بأن الكرة ستذهب خارج الشباك. سيرجي سافيج، نيمار، ملعوبة إلى تاليسكا، حكيم زياش، وصلت لكريستيانو رونالدو. دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة. مع وجود نيمار في التشكيلة ستكون هناك آمال كبيرة عليه في هذا اللقاء. لاعب يعرف من أين تؤكل الكتف، تتكلم عن لاعب قادر على صناعة الفرق أمام المرمى، لاعب قناص يسجل العديد من الأهداف. بينزل فيها ويخلص الكرة بدون أي أخطاء. الآن تأتي المساندة. كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، وتخرج إلى ركلة ركنية. تلعب الكرة قصيرة والعرضية تبعد والكرة بتروح وتنتهي الخطورة. نيمار، الآن فرصة حقيقية للتسجيل. يا رب، اشتعلت المباراة، أصحاب الأرض يسجل في الأول، الجماهير تشتعل، الغريب يبحث عن التعويض الآن. نتابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. حكيم زياش، والآن هجوم وتقدم إلى الأمام مع بحث عن فرصة لتهديد المرمى. الهلال أقل فيما يخص الاستحواذ كما هو واضح في الإحصائيات، لكن الاستحواذ ليس كل شيء في كرة القدم. أحياناً تلجأ لترك الكرة لخصمك حتى يكون أمامك المساحات وفرص أكبر لتستغلها وتعرف كيف تنتصر، وهذا ما يفعل الفريق هنا اليوم. تصدي من حارس المرمى، تركيز كبير على الكرة، طار لها في مشهد سينمائي. الله على اللقطة، تصدي خرافي للكرة الرأسية، ردت فعل خيالية كانت في غاية الخطورة. الله على الإبعاد. نيمار، نيمار وفرصة هدف فلان، استعادة للكرة، إنهاء لخطورة الفرصة الماضية. يجب استغلال الفرصة والانطلاق في هجوم مرتد. في بداية الهجوم المرتدة كانت واعدة، لكن في النهاية كانت مخيبة. لويس جوستافو، الآن الكرة مع زياش،
الفاطرة تأتي معلنة عن نهاية أحداث الشوط الأول. شاهدنا نعود لملعب الملك فهد وبداية الشوط الثاني. ماني الفريق يخسر مشروع هجمة. الهلال يهاجم الآن. كرة هدف الآن، الكرة في المرمى، هدف يوسع الفارق إلى هدفين. نشوف الهدف مرة أخرى واللمسة البينية الجميلة، ومن هذه المسافة القريبة لا يمكن أن يهدر هذه الكرة. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. كريستيانو، يا رباه، مستحيل التصدي، أي إنقاذ من حارس المرمى. كرة كانت قريبة لكن مرونة غير عادية، نجح في أن ينقذ مرماه، فرصة هدف محقق. غياب التركيز في التمرير ويفقد الكرة. أليكس تيس، تمريرة خاطئة تقطع بكل سهولة. الحكم يشير إلى استمرار اللعب لصالح النصر، لكن عودة إلى المخالفة الآن بعد فشل الاستفادة من منح الأفضلية. تدخل ممتاز ورمي التماس الآن. الآن يجد الحلول بتحرك زملائه. كريستيانو، فرصة لتقليص الفارق بكرة خطيرة. تصدي جميل من حارس المرمى. يلعب لكرة الوسط 18. برافو حارس المرمى، يتصدى لهذه الكرة. كرة قصيرة. تدخل ناجح في إبعاد العرضية. أندري كاريو، تلعب بجهة سافيج. نيمار وفرصة هدف الآن. الهلال يسجل. نشوف لقطة الهدف، لعب لك كرة عرضية ولا أروع، ثم يأتي الدور على نيمار اللي وجد فرصة سهلة أمام المرمى، وبالتالي التسجيل لم يكن صعبا بالنسبة للاعب نيمار. كريستيانو رونالدو، تدخل مثالي في داخل ال 18. 6 دقائق فقط ويطلق الحكم صافرة النهاية. الجمهور يطالب بالتسديد. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. نقل الكرة لازم يكون بشكل أسرع لاستغلال الكرة المرتدة. الكرة الهوائية، مستحيل هذا الهدف. الله، على إصرار في التسجيل. حارس المرمى أيضا قام بتصدي رائع في المرة الأولى. نشوف الهدف من جديد. من الصعب أن تلوم حارس المرمى اللي قام بدوره على أكمل وجه في التصدي الأول والتصدي الصعب، لكن لسوء حظه المتابعة كانت حاضرة وبالتالي الكرة في الشباك. إن
النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى نقطة البداية. نيمار وفرصة هدف الآن، الكرة في المرمى، بوم، بطل الهاتريك. أي مباراة، أي أداء، أي روعة، أي احتفالية، أي أجواء، أي لاعب أسطوري، مباراة لن ينساها أبداً. نشوف الإعادة من بداية الهدف، كانت عن طريق نيمار والمرور الرائع من المدافع، وجاء دور نيمار جونيور هنا عبر إنهاء هذه الفرصة في موقف انفراد. لم يكن أمام الحارس أي فرصة في إيقاف تسديدة قوية جدا كهذه الكرة. صافرة النهاية مشاهدينا، والهلال ينتصر في هذا الديربي. أداء كبير وفوز كاسح و3 نقاط مستحقة، كان الطرف الأفضل والمهيمن والمسيطر على مجريات الأمور في الملعب.